يعطيكم العافية يا شباب. الفيديو القصير الأول، محاضرة يوم الأربعاء 10/1/2024، مادة شبكات الحاسوب. احنا تكلمنا المحاضرة الوجهية السابقة، أخذنا تطبيق عملي على الباكيت تريسر، وطبقنا مجموعة، سوينا لان فيلان 1 فيلان 2، وربطنا الأجهزة الموجودة من الفيلان 1 مع مجموعة من خلال السويتش، مجموعة من الأجهزة، وفيلان 2 ربطناهم من خلال مجموعة من الأجهزة، ربطناهم من خلال السويتش 2، وبعدين السويتش 1 ربطناه من خلال راوتر 1، وربطنا السويتش 2 كمان من راوتر 2، وبعدين سوينا عملية الربط ما بين راوتر 1 وراوتر 2. برجع وبأكد عليكم، في الصفحة نفسها في تطبيق عملي كامل عندك موجود هون في هاي الصفحة، مثال كامل. رجاء تطبيق هذا المثال وحضوره، لازم يعني تطبقه على الباكيت تريسر. اوكي، هاي مثال قدامك كامل، احضر الفيديو وطبقه كامل. في كمان اكسرسايز موجود هون كمان، اعمل على تطبيقه. محاضرة اليوم ان شاء الله بنرجع لشابتر 5 من ننهي كاملة. سوش، برجع بأكد عليكم مرة ثانية إنه عندنا الأسبوع القادم يوم الاثنين القادم امتحان عملي، نزلت لكم إعلان، بيكون امتحان نهائي عملي يوم 15/1، تطبيق حيكون على الباكيت تريسر. الباكيت تريسر أخذنا حوالي شهر فيه، فضروري الكل يطبق عليه. وهذا إن شاء الله محاضرة اليوم بتكون تكملة لشابتر 5، والمحاضرة الجاية امتحان، والتي تليها اللي هي مراجعة للامتحان النهائي. يعطيكم العافية يا شباب.